سوف أتنازل عن حصانتي مباشرة. قبل هذا الشيء سأقوم، وحين يصلني ذلك فيما يخص منصبي كأمين عام، سوف نأخذ القرار جماعيا في المكتب السياسي. والله العظيم من المسكين بهذا المنصب، لنحافظ على الحزب فقط. الهيلمان والهول اللي خارج ومن أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني في الساحة، يعني لا داعي له. هناك مؤسسات في الحزب، هناك لجنة مركزية، هناك المحافظين، المحافظات. المحافظين كلها راهي عايشة في وضعية خاصة اليوم. بطبيعة الحال ما يخدمش الوضع الجزائر والجزائريين، ما يأثرش على حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن حزب مازال حزب قوي وعنده قواعد قوية وواجدة. ما نشوفوش غير القيادات مثلا اللي يستنى يشوف له. لا 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 ما عندها حتى علاقة. نزاع شخصي ما عندهاش علاقة لا مع فساد ولا مع أي شيء.